كل جسم مننا مختلف عن التاني في تفاعل الأحجار معاه، وده لأن كل بشرة وليها طبيعتها المختلفة عن التانية، وكل حجر له إحساس مختلف لما بتلمسيه. هديل، هو أنا ممكن أسألك سؤال؟ لا. إحنا ليه لابسين جوانتي وإنتي لأ؟ وإيه المشكلة يعني يا دينا؟ بس إنتي عشان أنا يا دينا لازم ألمس الحجر بإيديا عشان أقدر أحسه. إنتي لسه قدامك شوية يا دينا على ما توصلي للي أنا بتكلم فيه ده. طب أقولك على حاجة؟ إنتي عارفة إن أنا ممكن أعرف الحجر ده نوعه إيه ولونه إيه ومنين كمان من غير ما أشوفه لمجرد إني ألمسه؟ لا. إيه مش مصدقاني؟ لا طبعا. إيه الغباوة دي؟ طب هقولك على حاجة، مش إنتي جايبة معاكي صندوق فيه أحجار؟ آه. أنا أعرف نوع الأحجار اللي جواه؟ لا طبعا. خلاص هاتيه وأنا هغمض عينيا بشرط إني هعرف كل حجر هتطلعيه في إيدي هو نوعه إيه. طب وبعدين؟ وبعدين لو غلطت في أي اسم السيشن ده فور فري ليكوا أنتوا الاتنين. فاين. ولو إحنا بقى اللي غلطنا؟ هتدفعوا الدبل. لا بتهرجي. بهرج. لا ولا حاجة. أوكي. مش للدرجة دي. يا ستي سيبيها تعمل اللي هي عايزاه. أوعي تكوني شايفة. هاتي إيدك. وريني بقى. ده حجر أبيض من سيوة. ده حجر من سينا. أسود. جبتي منين الحجر ده يا قروبة؟ واخداه من عند جدتي. واضح، خلي بالك منه ده غالي قوي. طب خلاص استنى. ده حجر من عندي، بلاش غش. لا ده انت فظيعه فظيعه. هاتي. اصل الحكايه هي حب، لو حبينا الحجر هنقدر نحس بيه ونفهمه. مش يلا يا جماعة نشتغل بقى، مش معقول رغي من الصبح. اوكي يلا. لازم تسندي ايدك على الترابيزة علشان ايدك ما تترعش. حاضر. السلام عليكم يا استاذ. وعليكم السلام يا راجل يا طيب. على فكرة حاطة لك الكراتين بره، هتطلع بيه على مخزن الدرديري وتكلمني ضروري من هنا. حاضر. عاملة ايه الحاجة دلوقتي؟ الحمد لله رب العالمين. بس امبارح الضغط عالي عليها قوي، وديناها للدكتور فحولنا على المستشفى، وادحنا في انتظار الشفاء من عند ربنا ان شاء الله. ان شاء الله خير، انا هبقى اطلبها تطمن عليها، بس انت خلي بالك منها. حاضر. واخبار زينب والقمر بتاعتنا ايه؟ قديم طلعها عيني يا استاذه. يا راجل يا طيب، حد يبقى عنده بنت زي القمر زيها ويشتكي منها كده؟ قمر اللي ما يعرفش يا استاذه يقول ايه؟ عدس. ايوه عدس. عدس. عموما خلي بالك منها، دي زي القمر. قمر ايه يا استاذه؟ اهو دلعك فيها دوت، هو اللي مضيعني، هو اللي بيخليها تتبغدد عليا. خلاص هبقى اشد لك ودانها على خفيف لما اشوفها. متشكر يا استاذه، ربنا يخليكي لينا. يلا بقى نروح نشوف شغلنا ونجيب الظرف والفلوس والنبي يا عم محمد. حاضر. ما بنوزعش على الناس بضاعه ببلاش يا عم محمد. حاضر يا ست الكل، انا اول ما اوصل هناك هتصل بحضرتك على طول. ماشي. اول ما توصل تكلم. حاضر. وظرف الفلوس. حاضر. يلا مع السلامة. ربنا يخليكي لينا. ولينا. سلام عليكم. خسرة. الله يبارك فيك يا رب. الراجل ده يعرفني من وانا عندي سنتين. كان بيشتغل عند ابويا الله يرحمه. ومن ساعتها هو معايا على طول. عنده بنت فنانة تشكيلية هايلة. هي اللي بتعمل لي التصميمات دي. حلوة قوي. اسف. ازيك يا بيبي؟ انت فين؟ في الشغل. وانت؟ بص انا خلصت شغلي في الورشه وهطلع اقعد مع محسن شويه في المكتب، وبعد كده هبقى اروح البيت. لما تخلصي انت بقى كلميني. اوكي اوكي يا حبيبي. باي باي.
انت ما كلمتنيش ليه قبل ما تيجي؟ انت وصلت للمرحلة القذرة دي. مرحلة ايه يا هدين؟ انت اتجننتي؟ اتجننت؟ يا مراهق يا قذر. في ايه يا هدين؟ ما تلم لسانك. وانت كنت دخلتي قفشاني مع واحدة؟ اوعى تكون فاكر ان انا مش حاسة انك مش عايزني. وإذا كنت ما بتخنيش يا أستاذ لأن ما جاتلكش الفرصة. انت كل يوم بتنزل من نظري. انا زهقت من صوانت النكد اللي شغاله عماله على بطال دي. يا شيخه بطالي نكد بقى، هتجيب لنا الفقر. انا برضو اللي هجيب الفقر ولا اعمالك الوسخه دي قرف زباله؟ يا غوري بقى. قبل من كام سنة؟ من 20 سنة. فاكرة كويس. أيوة بس ما تخيلش إن أنت هتفتكري. بس عليكي كل سنة وأنت طيبة. وأنت طيبة يا روحي. قولي لي يا روحي 35 برضو؟ أيوة يا أختي 35 برضو. تشوفي حد من العيال ولا لأ؟ لأ خالص، بس سمعت إن هديل اتجوزت. بجد؟ آه قابلت سيف من فترة في الشارع. ما تغيرتيش يا جان. فعلاً؟ آه. طب بقول لك، ما تشوفي العيال فين ندور عليهم؟ عندك نمرهم؟ ما عنديش نمر حد خالص. أنا بقالي فترة. أنت مستنية حد ولا إيه؟ لأ. هدايتك اهي ياكش يطمه. ميرسي حياتي. بصوا بقى، قبل ما نرغي حد يكلم هدير، انا ما عنديش نمرتها. هو انا كمان ولا انا عايش نمرتها؟ ما اعرفش عنها حاجه، حتى ما شفتهاش بالصدفه. يا خساره. مش ممكن تفتكروا هي؟ مستحيل. الجو جامد. مسخره. مش ممكن يعني. وانت يا يو قولي لي، ايه اخبارك ومامتك عامله ايه؟ كويس الحمد لله، قاعده مع اخويا في دبي. مش اتجوز؟ لا والله. قولي لي انت، باباكي ومامتك واخوك عاملين ايه؟ تمام كويسين نشكر ربنا الحمد لله. اخوك اتجوز؟ اه يا بنتي، ده عنده ادم دلوقتي 4 سنين. ما شاء الله. متجوز حته دين واحده مطلعه عينه، وهي دي اللي علمته الادب. كان فاكرينه. هي ساره راحت فين؟ ساره انا هنا اهو. ايه الدوشه دي؟ هو مين كان بيخبط؟ ده المحور. ما دخلتهوش ليه احتفل معانا بدل هدين؟ يا سفله. اه والله عندها حق، على الاقل يا اختي دل راجل ودل حتى بدل القعده الناشفه دي. ماليش ايه بلا قرف. القعده دي احلى قعده، انا مبسوطه جدا، ده احلى اجمال في حياتي. عشان تعرفي بس ان احنا فاكرين مش ناسيين. طب حد يقولي بقى،
كل واحدة فيكم تقولي افتكرته ازاي. انا شخصيا مش فاكرة اصلا افتكرت ازاي طول عمري. محدش فينا يتكلم، لازم ندور على هدير، ما ينفعش كلنا نبقى مجتمعين وهي لا. انا هدير نرغي. تحبوا تشربوا ايه؟ اي حاجه اي حاجه دايزه في اي حاجه دي. لا بجد عندي شاي وعندي نسكافيه وعندي واين وعندي بيره. مين فيكم بيشرب؟ انا بس ما ينفعش، انا راجعه سايقه مش طالعه. لا 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 واين خفيف جدا. هوصلك يا بنتي انا هشرب. طيب يلا اوكي. انا حابه انقي نقي يا حبيبتي. يا رب تجيب لنا حاجه عدله. انا ممكن يسوع اخد بيره. والله وكبرنا يا بنتي يا جيد. من امتى حبيبتي وانت بتشربي؟ فاكرة يا واطية مين اداني أول سيجارة في حياتي؟ أنا؟ ما هو أنت كنت مزوغة من حصة الكيمستري. لا 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 كانت حصة المات. يا نسيت نسيت. ما شاء الله على الذاكرة أنتوا الاتنين، ده أنا جالي زهايمر يا عيال. لو سمحتي بطلي نق. ليه كده؟ بطلي نق أنا عارفاها. واو سرسورة، إيه البراد التحفة ده؟ مفاجأة صح؟ بجد. اطلبي واتمني. هنشربينا إيه؟ هندوق كده شوية حاجات. تعالي هاتي كاسات من عندك. اسكتي قبل ما اشرب. تلحقتي على الريحه ولا ايه؟ بصي يا ستي. ايه ده؟ ده براندي. عايزه ادوق. هتدوقي بس ما اعتقدش هينفعنا في القعده دي. معلش عايزه ادوق. قولي لي ايه رايك؟ جامد جامد قوي. لا بجد حلو. اوكي ده ايه؟ فودكا طبعا. ما بحبهاش بس عايزه ادوق. دي هتبقى قويه قوي علينا. كفايه كفايه تسكرك يا بيبي. هبه فظيعه. حد يشربها ساده كده سك. انا صايعه سك كده. انا صايعه. هتسكري حبيبتي ده وعين عارفه وعين. اوكي طب وايه رايك في ده بقى؟ عشان ايه ده اللي غالبا هنشربه. طبعا عايزه ادوق. اوكي غير كلام يعني. واو ده اللي هنشربه. حياتي انتي بتتغيريش ابدا. ايه بنت الرجل الحلوه دي؟ طول عمرك قللت الادب. بصراحه رجلك طول عمرها عجباني. انتي اهلك ما عرفوش ربوكي على فكره. بموت في رجلي. والله رجلي ناسي وربوكي يا بنتي. يا بنت رجلك حلو انا بمدح فيكي. ساره وهبه راحوا فين؟ راحوا اشتروا بيره ولا ايه؟ ساره يا ساره بتنادي بنفس الطريقه اللي كنت بتنادي بيها في الكلاس. فاكره يا هبه؟ يا هبه يا هبه يا هبه. هزق ساره. انا هزق حالا. ساره يلا ساره يلا هاتي الواين. طبعا ساره يلا بينا. ساره استنيني. ساره استنيني. بس بقى بطلوا دوشه. ساره احنا الصراحه بنستهبل قوي. اتاخرنا عليهم كده. ساره جايه. ساره ايه الدوشه دي؟ كامل ولا ايه؟ ايه انت قعدتوا تسكروا وسبتونا ولا ايه؟ ايه ده؟ ايه هاتي؟ يا بنتي هاتي. مفيش. عيب عليكي نسكر ايه؟ بس هي اصرت تدوق من كل الازايز اللي عندي. بصوا انا لو حصل لي حاجه هرجع مع اي حد فيكم. ما تخافيش انا هسألك. ماشي. يا جماعه خلاص بقى ما تقلقوش انا هوصلكم. ليه؟ هو انت ما بتشربيش؟ نو. انا ماليش في الكحول. بجد؟ برافو عليكي. مبسوطة مني يا انتي طول عمري. يا لالا وحظيني. لا 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 معلش انا مش مصدقاكي. ثانية واحدة يعني ولا حتى كاس واحد؟ امال هببتي ايه يوم فرحك؟ انتي مش هتبطلي بقى قلة الادب دي وتحترمي سنك؟ لا انسى. لا من الواضح ان كلنا بنتميز بأباحة شديدة. يا جماعة انا بشرب حشيش. الله اكبر. نهارك اسود؟ انتي بجد بتحششي؟ انا فاكراكي محترمة. بعدين جوزك يعرف حاجة عن الكارثة اللي بتعمليها دي؟ ما هو اللي علمني. بجد؟ بجد؟ طب قولي لي هادين هادين قولي بعد كده ما بتتروقوا وجسمكم يسيب وعضلاتكم تسيب مفيش تمارين رياضية سد مد وبتاع بننكد على بعض يا ساتر. هو ده
جديد على فكره. طب يا روحي بقى بس كده، انا محضره لك مفاجاه بنت لذينه. يا رب يطلع اللي في بالي. يا رب ايه اللي في بالك ده؟ ايه الواجب بقى ده؟ والنبي انت بالذات بلاش نق. انا اسكتي وبلاش نق. بطلي نق. استني بس يا بنت. بطلي نق مفاجاه يا بنت اللذينه. واو، جايبه الستاف ده منين؟ عيب عليكي بقى. البتاع ده كان ابويا بيشربه من زمان. فكرتيني بابوكي عامل يخف. هو مش عيان اصلا، كويس زي ما هو بعد الشر عنه. الف ساعات الف انا ولا تلف انت؟ لا انا حل. اوكي. لا من الواضح ان كلنا اتغيرنا بس غالبا للأسوأ ولا ايه؟ حتى اول نص ساعه خمره وحشيش وكلها ربع ساعه يدخل علينا البوكس بظهره ويلمنا كلنا اداب. حلو قوي الكونسيلر اللي انت حاطاه، جايباه منين يا عروبه؟ ده فرنساوي انا اللي ببيعه في مصر. ايه ده يا بنت لسه غاب ميك اب؟ خليني انت بس الشركه وانا هظبطك. اوكي. اوعي يا بنت يكون مضروب وتحرق لنا وشنا. الله يرحم. تحرق لنا وشنا. ايام اللونه الجوز الهند والروج بتاع امك البوبا اللي كان بيتسرق كل يوم. ما كانتش جوز الهند، كانت فراوله عشان نحمر حاجه كده. ايوه. هي ما لقتش اصلا حلقتها غيره عشان اسرق منها حاجه. كاسي. وخدي. معلش بقى ما لقيتش بيره. لا وانا يهمك بقى، ما رضيتش احرجك انا في بيتك وكده. انت ما عندكيش ولاعه يا بنتي؟ لا للاسف ما عنديش. استني. ايه البوليس؟ لم الحشيش بسرعه. استني ما حدش يشرب، لازم نقول تشيرز الاول. اوكي. وانا هروح فين انا بالبتاع ده؟ حطي الجوينت وقولي تشيرز عادي. ينفع عادي؟ يو امل مش باظ اللحظه. لا 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 لحظه مهمه جدا. بص من 20 سنه عملنا نفس الوعد ده. ده وعد منيل من 20 سنه. خمره وحشيش مش عارفين اللي هيحصل. يا رب اخلص من التشيرز اللي علق دراعي. تشيز. انا بجد مبسوطه قوي يا جماعه. كل سنه وانتي طيبه يا سو. وانتي طيبه يا روحي. البتاع ده طعمه حلو قوي. شفتي؟ والبتاع ده طعمه احلى. شفتي؟ طب يلا بقى كل واحده فيكم تفتكر عملت ايه من ساعه ما سيبنا بعض لغايه دلوقتي. احسن حاجه قلتيها النهارده. استني. قبل ما نعمل كده بقى شغل شويه مزيكا. يا سلام. ده هايله. ساره طول عمرها صاحبه مزاج. مش زيك بطاطس يا كفتس. صدقي بقالي كتير قوي ما سمعتش يا كفتس دي. تاخدي نفس؟ لا. مين الامور اللي بيغني ده؟ يا حماره، ده راجل عراقي اسمه الهام المفعلي. اسمعي وتنزلي. بقالي سنتين بسمعه ومش قادره افهمه ولا حد. واخر الاغنيه بصدع هقوم قافلاها اخف عشان ما بتفهميش. صدقيني ما تسمعيوش. ايه يا جماعه ده؟ في ايه؟ محدش شاف الموبايل بتاعي؟ لا انت ما طلعتيش بيه هنا على فكره. ايه القلق ده؟ كان معاكي وانتي معايا في العربيه. تلاقي البوي فريند بتاعها بيتكلمها وما بتردش عليك يا بيانا. اه يا جماعه هبه لسه فايقه تمام. عيب عليكي بس المصيبه سكرانه ومش قادره اقوم اجيبه. طب هاتي المفتاح اللي نازل اجيبه. اتفضلي. خلاص بقى كبري. ولازم حاجه مهمه قوي يعني الموبايل؟ اه مهم. بصي ده اوبن وده كلوز. وده كلوز وده اوبن. فايقه ايه؟ طيب انا جايه معاكي. خليكي يا حبيبتي. لا 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 خلاص روحي معاكي. طب يلا يلا. اوعى حد يحكي حاجه لغايه ما نيجي. ايوه. رايحه فين انت يا هبله انت؟ راجعه راجعه. ما تتاخريش. بسرعه. لا احنا هنا؟ ايوه هنا. ده بعيد قوي. محدش يزقني، محدش يزقني. تعالي جنب، تعالي جنب، تعالي. انا مهلك بقى، مش مفيد. انا قابله للكسر. ايه ده؟ غريب قوي. ده احنا رقصت رقص. نعم. انت فين؟ تعبين قوي. عند ساره صاحبتي. ساره مين؟ ساره بتاعت زمان؟ لا لا بس. اه. وايه اللي فكركم ببعض يعني دلوقتي؟ فراغ. هترجعي امتى؟ بوبا يا بوبا يا مجازمة بوبا. انت مالك؟ بنت بتاعت الميك. احنا بنتكلم من اول المكالمة كويس، ما تخلينيش اقفش عليكي. اقفش. اخلصي. هترجعي امتى؟ لما اخلص.
بصي انا قدامي ساعه وهرجع البيت، نفسي ارجع ما الاقيش. هتشوفي يا هديل هعمل فيك ايه. باي سيف. هديل بقول لك نعم. خلي بالك من نفسك، تحبي اجاختك. ثانك يو. ارتاح. باي. كلمي مين يا موزة الموزز؟ انت مالك يا جزمة الجزم؟ سيف. ايه ده، هو فين زهية؟ انا ما شفتوش قبل كده. الله يخرب بيتك، انت مالك يا زفت؟ مع اصحابه اتخانقنا قبل ما ننزل. ايه الخناق والنكد ده، اتخانقتوا ليه؟ قفشته بيتفرج على فيلم بول. وماله؟ الراجل بيعمل تريننج عشان يجدد. ايه يعني؟ عايزه كنت تقعدي تتفرجي معاه طبعا يعني. لا، هدير طول عمرها ما بتحبش الكلام. لو سمحتوا يا جماعه انا ما بحبش اتكلم في الموضوع. خلاص ما تزعلي. انا فاهماكي. خلاص الدوله، هو انتوا لما اتجوزتوا كنتوا كل يوم تعملوا اسئله اولى ابتدائي؟ اي بنت مخطوبه بتتخيل ان بعد الجواز هتبقى الحياه ورده كل يوم مش هقلبظات بقى ودلع وكده. لكن لا، اقدر اقول لكم بعد سنتين جواز احنا ممكن نعمل كده مثلا مرتين في الشهر. بس انا كنت فاكره ان الحياه هتبقى احسن من كده. قبل الجواز كانت احلى. ايه علاقه هو كان في علاقه قبل الجواز اصلا؟ ما انا ما كنتش فاشله. يا نهار ابيض، ومين عامل فيك كده يا هديل؟ ايه عبيطه انت كمان؟ سيف طبعا، امال هيتجوزني ليه؟ برضك الحمد لله انه اتجوزك. ليه ان شاء الله؟ هو كان ممكن ما يتجوزنيش. عارفين يا بنات، وانا صغيره ماما كانت مفهماني ان الكلام ده قله ادب. بجد كانت مفهماني كمان ان الولد والبنت لو باسوا بعض يجيبوا عيال. تخيلوا، انا فضلت كده فاهمه الموضوع ده لحد الجامعه. كل الامهات بتقول نفس الكلام ده، لدرجه ان انا خلاص هخلف من بقي. انا امي كانت تقولي لو حد مسك ايدك هتخلفي. ده احنا اكثر تطور وتمدن. طب وانت يا جان؟ ايه بتعملي ايه مع الخطيب؟ مين؟ يعني عماد. بصي، على ما اعتقد يعني تذكر كده تقريبا بسني، او على ما تتذكر يعني كانت فرنش ولا بس فورتك يعني. لا طبعا انا ما بسيبوش يعيش اللحظه كده، يعني ما بسيبوش يتطور معايا قوي كده. ايه ده تليفوني فين؟ بيرن ده صح؟ تليفوني. الفضول ده ايه؟ لا اي علاء. وصلك رقم بيته؟ وصلني الرقم. قفل السكه في وشك طبعا. لا 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 لا، قفل السكه. انت بتقول ايه يا ابني؟ انا اصلا ما كلمتوش. يا ايه، الراجل ده مجنون. ما علينا، المهم هاتي ورقه وقلم علشان اديكي العنوان. حاضر. ايه بقى ورقه وقلم دي؟ ايه الطلب الغريب ده؟ في ورقه وقلم في البيت ده ولا ايه؟ مفيش حد. طب بقولك يا عماد، ما تبعتلي العنوان دوت SMS، ويعني لو في تفاصيل بقى، بيصحى الساعة كام، بيروح فين، يعني ابعتها لي كلها ممكن؟ اوكي ميرسي. باي يا علاء. يعني ايه؟ هو ايه اللي يعني ايه هدي؟ انت نسيتي الانجليزي؟ ماسترز. رحت انجلترا، درست شهادة ماسترز في سلوك الإنساني، وخدت كذا دبلومة كمان في عقلية الطفل. يعني انت دكتورة؟ لا انا طبعا مش دكتورة. ايه ده؟ انا مش فاهمة حاجة. ولا انا. اوكي، يعني البيبي من يوم ما يتولد لحد ما يبقى في سن المراهقة، انا دارسة ازاي اعالجه، بحلله مشاكله سواء في السلوك او في الحياة.
تعالى يعني انت فاتحه عياده؟ لا يا حبيبي انا مش فاتحه عياده يا حبيبتي، انا عندي بيج على الفيسبوك والموضوع كده بيمشي بالعلاقات. انت بتعملي تشات معايا اهو. تشات مع العيال الصغيره بقى، تشات ازاي يعني؟ لا يا زفت انت وهي، انا بروح لهم بيتهم بعالجهم، بعمل السيشنز بتاعتهم في البيئه بتاعتهم، كل واحد على حسب مشكلته. تروحي لهم بيتهم؟ بس شغلانه غريبه جدا. هي غريبه بس ممتعه. احلى حاجه فيها لما تشوفي سلوك الطفل بيتغير قدامك تفرحي قوي. عمرك حبيت يا ساره؟ لا بس صاحبت كتير. نعم ما اقدرش اعيش من غير ساره. اها بنقضي وقت لطيف، بنشرب مع بعض، نتفرج على فيلم، نقل ادبنا شويه، مفيش مانع. بس ما حبيتش، لسه ما لقيتش الراجل اللي صدق. انا عايزه ارجع القرف. استنوا شويه، استنوا شويه. الو انت فين؟ موجود؟ ما روحتيش الكنيسه ليه؟ انا عند ساره صاحبتي. هتخلصي امتى؟ انت مالك؟ انا اشتريت الشبكه. خدت الاذن الاول؟ جان مش كفايه بقى؟ ماشي يا عم. هتخلصي امتى مع صاحبك؟ شويه. تسال ليه؟ الساعه 12 لازم نكون مع بعض. بص يا عماد، بحبك ومش هقدر ما اكونش معاكي. طيب خلاص، فوت عليا عن ساره صاحبتي، بس تعالى من غير عربيه، انا مش عايزه اسوق. العنوان فين؟ هبعتهولك في مسج. اوكي يلا باي. باي. ده خطيبك؟ ايوه. بتكلمي ميري كده ليه؟ عادي يعني. هو انت ليه صحيح ما حكيتيش حاجه عنه خالص؟ هو مين؟ اللي هو انت عماد. هو عماد. بصي يا ستي، عماد محاسب في بنك. وايه كمان؟ هو اجمل حاجه فيه انه بيحبني. وانتي ايه يعني؟ ايه؟ بص يا دو، مش مهم قوي تاخدي واحد انتي بتحبيه، المهم هو يكون بيحبك قوي. ايه الفلسفه الزباله دي جد؟ انا وجهه نظري كده، المهم ان انا مرتاحه، هو مبسوط جدا، بيعملي كل اللي انا عايزاه. ما تغيرتيش يا جان. ما انا عارفه. انا عندي هموت. في ايه؟ الصف ده جايبين من هولندا يا دي. اكيد. لا والله. سيف لو كان هنا كان هيتبسط، بس هو طول عمره فقري. ونكدي. اخي نطفي الشمع. يلا بقى. لا ايه؟ استنوا، كل واحد لازم يتمنى امنيه قبل ما نطفي الشمع. وبعدين بقى ايه العطله دي؟ انا عارفه. يلا غمضوا عينيكم الاول. لا 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 هرجع. لا خلاص هنقول. استنى استنوا بس ما ولعتش الاول. اولع اولع. طيب اولع بقى ونتمنى زي ما احنا عايزين. يلا ها مش لازم تتمني وانت واقفه. نغمض. غمضي. بمناسبه عيد ميلاد مين؟ ساره. 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 انا ساره. يا رب يا رب يا رب يا رب. ايه 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 يا لهوي. اقعدي بس، اقعدي اقعدي بقى ساره. لا بجد ساره، ربنا يكون معاكي ويرشدك للصح ونفضل على طول صحاب. ايه يا اختي انت؟ ايه فاكره نفسك في الكنيسه هنا؟ احترمي نفسك يا زباله. احترمي مين يا عم؟ قللت الادب قوي. اللي بطيها دي. يلا تاخدي نفس. لا حياتي شوف ما بتقولش لا. احنا ما لحقناش نغني ولا نعمل اي حاجه.
منين يا بابا اللي انت بتعمليه ده؟ الفستان الفستان ايه ده؟ جوه جوه يمين في الحمام. لا ده شمال ده شمال. جوه يمين. ايه القرف ده؟ ايه ده؟ يا بنت اللذينة مش هتبقى زمان. انا راكنة عربيتي انا. تاني البت دي انت راكنة فيه؟ انا ايه راكنة فيه؟ صحيح استنى بنت سارة فين؟ انا اهو شرف. انا راكنة هناك. لا ده بعيد. الله انتوا بتقولوا اي كلام على فكره. يعني احنا عمرنا قلنا كلام مهم. بقول لك ايه، الله يخرب بيتك انت بجد قعدتي تقول لنا وين خفيف. طب هو خفيف على فكره. اخف حاجه عندي. انت طفصه جدا. تولتي امنا. انت كويسه؟ انا تمام. هي كويسه. انتي كمان؟ ما وعدكيش بصراحة. ما يلا بقى، ولا انتوا ليلتكوا ايه بالظبط؟ هنعمل ايه؟ صح. يلا يلا خدي هاتي فرقتي. يلا يلا. اي كنت مراهنة نفسي انك مش هتيجي. احنا متعودين نسهر مع بعض كل سنة في الجاليري، مش ممكن كنت اسيبك. أنا آسف يا هدينا، حقك عليا ما تزعليش. أنا مخنوقة. أنا كمان مخنوق. أنت كمان مخنوق؟ تيجي ندور لنا على حد يفك خناقتنا؟ هنلاقي؟ لا. وحشتني. انت وحشتيني اكتر. صباح الخير. صباح النور. انت يومك عامل ازاي النهارده يا هانم؟ مفيش، عندي مشوار وبعد كده هطلع على الجاليري. مشوار ايه ده؟ الدكتور. مشوار ايه؟ الدكتور. تاني يا هديل؟ تاني؟ هو تضيع وقت وخلاص؟ هتروحي تعملي ايه؟ ما التحاليل دي عملناها 100 مرة وبنسمع نفس الكلام نفس الكلام. انتوا الاتنين كويسين بس ربنا مش عايز يديكوا عيال دلوقتي. ربنا مش عايز. هقول لك ايه بس؟ استغفر الله العظيم يا رب. انت عايزني اعمل ايه؟ انا مش عايز حاجة. انت حرة تروحي ما تروحيش مع نفسك. وبعدين انت عايزة ربنا يدينا عيال ازاي واحنا عايشين زي الاخوات مع بعض في البيت؟ بالمراسلة؟ لا، بالشاتنج على النت. اه ده احنا هنفوق على بعض على الصبح. بقول لك ايه، انا غير في داهيه. مع الف سلامه. مالك؟ قرفان. ايه هديل هانم قرفانه؟ لا، احنا كده لازم نهدى ونقعد ونشرب سيجارتين. مش قادرة اتكلم. ما تتكلميش. مين قالك اني عايزاكي تتكلمي؟ تلاقيكي نفسك في الستاف بتاع امبارح، مش عايزة تقولي. روقي. العيال سألوا عليكي على فكرة. هبة كلمتني وآية كمان. هم عاملين ايه؟ كويسين. عندهم مشاكل. مالكوا يا عيال؟ انتوا بقيتوا عاملين كده ليه؟ ما كنتوش كده. فاكره اول يوم جاتلك فيه البيريد؟ نعم. في كده في كده. امك قالت لك ايه؟
قالت لي ما تخافيش انت كده كبرتي. وانا كنت دايما بشوف الباد عندها جنب الميك اب، فالموضوع ارتبط بالنسبه لي هكبر واستخدم الحاجات دي. تسألي لي اصل في بنت معالجها عندها عقده من الدم وجات لها البيريد، تخيلي بقى. قولي لها ما تخافيش، قولي لها ان الموضوع ده بيحصل لما بتكبر وطبيعي انه يحصل، عشان لما تكبر تقدر تجيب بيبي. حلو الحجر اللي في ايدك ده. المفروض انه بيجيب الحظ، بس الظهر انه مفعوله باظ. ايه الهبل ده يعني؟ الحظ جواك يا بنتي، بس كل حاجه في وقتها. زهقت من كل الكلام ده، مش قادره اسمعه اكتر من كده. انا بدور من اجيب بيبي علشان نفسي ابقى ام، بس انا مبقتش طايقه، مش طايقه سيف ولا هو طايق، وعايزه اجيب منه بيبي وكل حاجة عكس بعض. مشكلتك انك برج الجوزاء. روقي بقى يا هديل، انت لازم ترتبي حياتك الاول. علاقتك بجوزك مش مظبطة، لازم تظبطيها، وما ينفعش تتطلقه عشان انتي وسيف اللي بينكم كبير جدا. انا ما رضيتش اتدخل امبارح وانتي بتتكلمي قدام البنات عشان ما كنتش عايزه اتكلم قدامهم، بس انتي اللي في ايدك انك ترجعي جوزك وتظبطي علاقتكم. انتي يا هديل مش حد تاني. ها وانا مش هقول لك ازاي عشان انتي اكيد عارفه. مش قادره، وهو مش عايز يساعدني. خلاص يبقى مش ذنبه. الحاجات دي يا بنتي ما فيهاش كرامة. ابدأ انتي عادي يعني، وبعدين سيجارتي اتطفت، هاتي نفس من عندك. دي كمان ما فيهاش كرامة على فكرة، نفسين كمان. الله، ايه الذوق السيء ده؟ وايه الفينش الزبالة ده؟ الشغل ده لازم يتعاد. فيهم ايه؟ فيهم ان حضرتك استخدمتي الاحجار من غير ما توضبيهم قبل ما تشتغلي، وفي ان الفنش كله باين ووحش سيء سيء. بس انا شايفه ان شكلهم كويس وما فيهمش حاجه. حضرتك تشوفي اللي انت عايزاه عندكم في بيتكم، انما هنا انا اللي اشوف، لان الشغل ده بيخرج من هنا تحت اسمي انا، يعني الفنش لازم يبقى بيرفكت، وده اللي بيفرق حد عن حد. دي وجهه نظر دينا. لاخر مره هحذرك، لو سمحتي ما تخلطيش ان احنا اصحاب بانك هنا بتشتغلي عندي. اوكي براحتك. طبعا براحتي. تمام، وانا مش جايه هنا تاني. اللي انت عايزه تعمليه اعملي، بس قبل ما تمشي من هنا تعيدي لي الشغل الزباله بتاعك ده. ليه كده؟ اهدي يا دينا، في ايه؟ حاضر. معلش اعذريها، دينا عندها مشكلة كبيرة في البيت. يا ستي وانا مالي ومال بيتها؟ دينا حامل. وايه المشكلة في كده؟ متفقة مع جوزها يأجلوا الموضوع ده، ونسي تاخد الدواء ودلوقتي حامل وعايزها تنزل البيبي، وطبعا هي مترددة. يا ستي وانا مالي ومال الكلام ده كله؟ الله، ما تعمل اللي تعمله،
انا ماشيه هديني، انا مش هخليها تمشي. اللي هي عايزة تعمله تعمله، المهم انها قبل ما تمشي من هنا تعيد القرف اللي هي عملته وبعد كده تعمل اللي هي عايزاه. قوليها ما تنزلش البيبي، ربنا هيسألها على اللي هي بتعمله ده. انت ليه ما روحتش الشغل؟ يا حبيبي شغل ايه دلوقتي يا ولا وقته؟ سالفه نو ثانك يو، مش قادره، احنا لسه الظهر على فكره. واحنا بيفرق معانا الصبح ولا ظهر ولا بالليل؟ واحنا بنعتب. سيف معلش النهارده كان يوم وحش قوي. يا حبيبتي لو مفيش مزاج نجيب المزاج، سيبك بقى من ام الشغل ده بليز. طب ممكن نخليها بالليل؟ احنا بقينا بالليل خلاص. لا على طول كده، مش فاهمني، مش معقول يا سيف. يا حبيبي ده انا عامل لك احلى مود. بقول لك مش طايقه نفسي، مش كده. في ايه يا هديل؟ في ايه مالك؟ مولع لك شمع ومشغل لك مزيكا ولابس لك سيجاره، ايه؟ اعمل لك ايه تاني؟ انا زهقت. وانت اللي فاكرني مكنه، كل ما هتعوزها هتدوس على الزرار تطلع لك زي فرع الهوم. لا بجد، ده ايه التخلف ده؟ ثانك يو على ذوقك. بص يا هديل، انا مش جاي اتخانق يا حبيبتي. ساعديني علشان اساعدك، انا حاسس ان احنا بنبعد عن بعض. اساعدك ازاي بقى؟ اعمل ايه عشان اخليك تبطل تتفرج على افلام بور؟ انا عمري ما خنتك. وانت مفهوم الخيانه بالنسبه لك ايه؟ انك تجيب واحده تانية وتنام معاها غيري؟ اه هو ده مفهوم الخيانه، وانا عمري ما عملت كده. مفهوم الخيانه بالنسبه لي غير كده. يا ترى وانا في حضنك بتشوفني انا ولا بتشوف البنات اللي بتتفرج عليهم؟ ومين السبب في ده؟ مش انت اللي عملتي الفطور ده في علاقتنا؟ انا صح. اه صح، انت اللي مش عايزه تغيري ولا تغيري طريقتك ولا تحاولي تفكري ازاي تعمليه بشكل مختلف. تدلعيني، ترقصي لي، ولا حتى محسساني ان انت نفسك تبقي معايا في اي حته ولا اي مكان. انت اللي عايز واحده من الشارع، دي شغلتها، وانا مش كده، وانت عارف كده كويس. انت متخلفه، والله العظيم متخلفه وغبيه كمان. مال انك تبسطي جوزك ومال الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ على فكره الموضوع مش في النوم، الموضوع كله في الاحساس والمشاعر اللي قبل الموضوع ده. ما بلاش انت تتكلم في الموضوع ده، لانك عمرك ما فكرت تحطني في مود حلو، ولا عمرك فكرت انا مبسوطه ولا لا. انما انت مكنه ما بتفكرش غير في ده وبس، وعايز توصل ليه باي طريقه. انما انا عايزه، انا محتاجه، مش مهم. يا اخي ده انا سلمت لك نفسي قبل الجواز، عايزني اعمل ايه تاني؟ ومالي اللي انا بقوله باللي انت بتقوليه ده؟ انا ضحيت وانا اتجوزتك، ما بعتكيش، ما تخليتش عندك ولا بعتك. هو انت كنت ممكن كمان تتخلى عني؟ هديل هديل حبيبتي، انا بعمل كل ده علشان ننبسط مع بعض. انت مش كنت عايزه تخلفي؟ مش نفسك تخلفي؟ بالنسبه لموضوع الانبساط فده عندك انت لما تبقى تغير طريقه تفكيرك. اما بالنسبه للعيال، ما اعتقدش ان ربنا ممكن يدينا اولاد طول ما انت غرقان في النجاسه بتاعتك. تصدقي يا هديل، انا استاهل ضرب الجزمه انا واقف بتكلم معاكي. انت ما تستاهليش حتى ان انا واقف اتكلم معاكي. انا حمار اني حبيت ارضيكي. اوعي. انتوا ليه محسسيني ان انتوا في سته ابتدائي؟ اقوم اعمل لكم هوت شوكليت؟ يا بنتي مش عايزه اقولك انا بقالي قد ايه ما لعبتش اللعبه دي، من زمان قوي. ما عندكيش بني غامق كده؟ بعمل البحر. ماشي مالك؟ انا مركزه. بقولك ايه، مفيش عندك الاصفر في الاورنج مع بعض؟ هاتيلي البحر. هو انا كل ما اطلب منك حاجه تقولي هاتيلي حاجه؟ يا شيخه اعملي ايه؟ ثانيه واحده، انت تركيبي بقالي كتير ما لعبتهاش. هو في حاجه اسمها لايقين؟ الو، هاي سارة، ازيك؟ معلش سارة، صحتك من النوم ولا ايه؟ لا ابدا، انا ما بنامش دلوقتي. ها احنا ايه الاخبار؟ تمام طبعا، كان في شويه عند في الاول، بس بالنسبه لاول مقابله تمام. طبعا يعني اطمن، انا بحاول اطمن. بالنسبه لاول مكالمه، بس في حاجه عايزه اطلبها منك يا حسين. انت لازم تحاول تشوفها اكتر من كده. كل يوم بترجع بالليل بتكون نايم. اه طبعا، اوعدك ان انا هحاول. يا ريت.
طب ساره انت مواعيدك ايه معاها اليومين دول؟ هشوفها بكره، بس في شويه حاجات كنت عايزه اقولها لك. لازم في الاول هنبدا بحاجات كده. شور ساره انا واثق فيكي ومتاكد ان انت هتساعدي هنا. اعملي اللي انت شايفاه صح وانا معاكي. اوكي اتفق. يلا ميرسي يا ساره، باي. الو حسام، الو في بحر قلبنا هو بعدين عامل الشط ازرق فاتح يعني متي على ابيض. لا ايه ده، راجل غريب جدا قفل السكه في وشي كانه كهرب. مين ده؟ ابو بنت بعليكها. امور؟ يا اختي امور. طب ليه بقى هو اللي بيكلمك مش المدام بتاعته؟ عشان المدام بتاعته متوفيه. يا حرام بنت انتي، في ايه؟ دي مش حكايه تركيز بقى، مالك ساكته كده؟ الله، مش كنت بتتكلمي في التليفون عايزاني اعمل لك ايه؟ اهو مرقص. بقول لكم ايه؟ انا امبارح اخويا سالني سؤال ما عرفتش اجاوب عليه. ايه؟ قال لي هو عماد خطيبك نمطي؟ انا ما فهمتش يعني ايه نمطي، بس انا قلت له لا، بس لما عماد كلمني في التليفون عرفت ان عماد نمطي. طب وانت عارفه يعني ايه نمطي؟ لا. نمطي يا ستي يعني شخص ماشي على سيستم طول الوقت، يرجع من الشغل يتغدى يخش ينام يصحى يشرب خلاص الشاي. يا سو انا عرفت عماد نمطي، بس في ستات بتحب كده على فكره. بس انا مش عايزه كده، انا عايزه اتجنن. بعدين لو طلع نمطي في الموضوع ده تبقى كارثه، انا مش هبقى مبسوطه بصراحه يعني. لا هو اكيد هيطلع نمطي في الموضوع ده، بس الدور والباقي بقى عليك انت. انت المفروض تخليه يفك، وطبعا انت فضيحه ومالكيش في الكلام ده خالص. ايه مين قال لك اني ماليش؟ مين قال لك؟ مين انت اللي قلتي؟ لا انا يوم عيد ميلادك قلت كل حاجه وليها وقت، انما انا انا عاديه يعني زي كل البنات. مالك في ايه عاديه يعني؟ اوعي يا بنتي يكون عندك كبت. احتمال كبير يبقى عندي كبت. طب بمناسبه ان انت ساكته بقى وقاعده لنا على السايلنت، هسالك سؤال وتجاوبي تقولي ولا لا. اوكي، هو سيف نمطي؟ شكرا. كل الرجاله كده، يخلص الهانيمون هتلاقيه تحول. لا 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 لا، ابوس ايدك ما تلخبطيليش البنت، احنا ما صدقنا نعرف انها طبيعيه وليها في الحاجات دي. وبقى انت قاعده ساكته وساعه ما تتكلمي تقولي كده. الله، مش دي هي الحقيقه؟ ما تصدقيهاش، دي الحقيقه بتاعتها هي عشان هي فاشله. اصل هديل عندها خلط، هي فاكره انها لما تلبس لجوزها حاجه كده ولا كده ولا تعمل له مساج مثلا تتدلع عليه يعني هتكون ست قللت الادب. هي بقى مش عارفه ان الرجاله كلهم بيحبوا الحاجات دي، عشان كده هي فاشله. انا مش فاشله. في ايه يا هديل؟ انا بهزر. وبعدين انت مش متجوزه، لازم تعيشي التجربه علشان تحسي باللي انا بتكلم فيه. وعلى فكرة الجواز مش كل الموضوع ده. في ايه يا دوت؟ احنا بنتكلم عادي. في ايه؟ استني يا جان، في ايه هديل؟ انا مش متجوزة، بس انا بفهم جدا في العلاقات ما بين الناس، ويمكن علشان انا فعلا شايفة الموضوع من بره فانا شايفة احسن، علشان اللي بيبقى جوه الموضوع ما بيشوفش غير نفسه بس. الا الجواز يا سارة، لازم تخدي التجربة علشان تحسي باللي انا بقوله. لما تراقبي نظرات الراجل اللي انت عايشه معاه وتلاقيها كل يوم بتتغير هتزعلي. احنا كنا قبل كده بنخرج مع بعض، عمره ما كان بيبص على اي واحد حتى لو كانت احلى منه، لكن دلوقتي بيبص على اي واحد حتى لو كانت زبالة. حاسة انه جعان لدرجة بقرف منه. انا تعبانة، انا اسف. على ايه بس؟ ما تزعلوش مني، سوري. تزعل منك ايه بس؟ انا اللي سوري بجد. انتوا قلقتوها دراما كده ليه؟ ما هو كله بسببك يا اختي وبسبب خطيبك النمطي. حكي بقى. بقول لك ايه، لما تلاقيه بيبص على واحده تانية انت كمان بصي على واحد. ايوه صح صح. ما بعرفش اعمل كده. لا لازم تعرفي عشان يحس على دمه.
طب انا يعني سؤال بسيط، انتوا ليه عايزين نتجوز بعد القرف اللي انا بسمعه؟ علشان احلى حاجه في الجواز انك تجيبي بيبي، هو ده اللي هيخليك تستحملي اي حاجه. هدي انت ازاي عايزه تخلفي مني وانت حاسه بتجاهه كل الحاجات دي؟ مش يمكن علشان كده ربنا مش عايز نجيب بيبي؟ في ايه يا هديل؟ انت ليه مكبره الموضوع كده؟ سيف مش وحش للدرجه دي على فكره، وانتوا الاثنين بتحبوا بعض، انت بس اللي محتاجه تغيري في نفسك شويه حاجات. في فطور رهيب لدرجه اني مش عارفه اتحرك. خلاص يا رحيم ماشي، عشان خاطري تعالي نكمل اللعبه دي، عشان انا متضايقه قوي انك بوظتيها. المره الجايه هجيب لك واحده اكبر مني. يلا يلا يا ماما يلا. بس المره دي انا هاخد ده. بس انت جايبه صغيره قوي. ما انا قلت لك هجيب لك بقى كبير المره دي. ما هي البتاعه دي مش هتعمل. يا ما نفسي اصحى الصبح الاقيك عامل لي الفطار. اتنين بيض سامي سايدا، اتنين بانكيك. واخد لي بالك انت؟ ولما انا اعمل لك الفطار انت هتصحي تعملي ايه؟ تاكلي كده على الجاهز؟ يعني ايه؟ الفطار جاهز اهو، خش دوسي. ما انا ما باكلش فول على الصبح، قولوني بيتضخم. والله احسن برضه، حبه الفول دول يا دوب على قدي. خش انت بقى المطبخ اعملي الفطار اللي على مزاجك. مفيش فايدة على ايه؟ نعم؟ عن اذنك. الله حلو الفول. انتي خفيفة. عافية. كويس وحشتيني. انتي كمان. ايه؟ لسه بتعمل صوان ولا بطل؟ بس هو ايه يخرب بيتك؟ انا اتجوزت دلوقتي وعقلت وكده. هي دي؟ اه. ازيك يا آي؟ انا كويس، انت وحشتيني موت. وانت كمان. فاكرين الواد ده كان نزل زمان ازاي؟ كان بارد بارد رخم، ما كانش فيه رخم غيركم على فكره. يا ما عدا البت آي والبت هبه. حبيبي سلام. امال هي فين؟ هبه عندها شغل. شغل؟ طب انا في البوفيه. يا ولاد هتعملوا عقد ولا لا؟ لا يا ابونا مش هنعمل جبنيول. انا وجان متفقين على كده، اللي بنا اكيد اكبر من اي عقد. سامحني يا ابني انا كان لازم اسال، في ناس لازم يعملوا عقد، البيوت بقت كلها مشاكل وفي جوازات بتبوظ على اهون سبب. ربنا ما يجيب مشاكل يا ابونا. طيب قبل بقى ما نصلي على الشبكه انا عاوز اقول لكم كلمتين مهمين. الخطوبه يا ولاد أهم مرحلة في العلاقة بين اتنين مقررين يتجوزوا. يعني إيه؟ يعني لازم تكونوا على حقيقتكم قدام بعض، مفيش كد مفيش تمثيل، ولازم يكون لربنا وقت في حياتكم. يعني ما تبقاش الحياة كلها كده خروج وعزومات وخلاص. فاهم يا عماد؟ فاهم يا جان؟ ربنا بيقول يا أولاد إن لم يبني الرب البيت فباطلا تعب البناؤون. يعني لازم تكونوا على حقيقتكم وتكونوا صرحة مع بعض، ولازم سلام المسيح يملى بيتكم. متفقين؟ لا اسمعها منكم يا ولاد. متفقين طبعا. اه دلوقتي بقى نقدر نصلي. الشرق منين يا ولاد؟ من هنا يا ابونا الاتجاه كده. بسم الله الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. كيريا ليسون كيريا ليسون، يا رب ارحم يا رب بارك امين. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بشكر يا ابانا الذي في السماوات. تقدس اسمك، لياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء. الراجل ده بيقول كلام حلو قوي. ايوه ايوه، ازيك اصلا؟ ازيك انت اصلا؟ انت فين اصلا؟ مع اصحابي اصلا. اوكي، انت لوحدك؟ جوزك مش معاكي؟ لا. انت فين؟ انا مستني مراتي في العربيه، هخرجها شويه هي والولاد. طب حلو، انجوي بقى، هكلمك تاني. وانت كمان. بسم الله. آمين.
تعبان او فرحان صلي يا بنتي، وخلي جوزك كمان يصلي معاكي. يا ولادي الحياه مع ربنا حلوه قوي. انت عارف يا بونا انا مسلمه. ما انا عارف انك مسلمه. تعرفي انت بقى انا حبايبي واعز اصدقائي من قبل ما ابقى كاهن مسلمين، ولغايه النهارده احنا اصحاب وحبايب. احنا كمان كده مع بعض بالظبط يا بونا. ربنا يديم المحبه دايما بينكم. ما تقولوا امين. امين يا رب. شايلني عريس. اتفضل يا بونا. يا دبلت الخطوبة عقبالنا كلنا، ونبني طوبة طوبة فعز حظنا. صباح الخير. صباح النور. ايه ده انت كنت فين؟ ده انا كنت فاكرك لسه نايمه جوه. صحيت من بدري ونزلت انا وزينب في مشوار مهم. ازيك يا زينب؟ ازيك يا استاذ؟ انت ليه وشك تعبان كده لون اصفر؟ فعلا كانت تعبانه، علشان كده خدتها للدكتور بتاعي. انت ما صحتنيش ليه قبل ما تخرجي؟ معرفش، حسيت ممكن تكون تعبان من مشاوير امبارح. يا اهلا يا زينب، يا اهلا. الف سلامة عليك. الله يسلمك. انت مش عايزه حاجه قبل ما اخرج؟ رايح فين؟ شويه مشاوير. هتتاخر؟ يعني على حسب الظروف. عن اذنكم. مرحبا. تعالي يا زينب. اقعدي بقى كده وركلسي خالص وقولي نفسك تفطري ايه. لا لا لا، ماليش نفس. ايه اللي ماليش نفس دي؟ لا لازم تاكلي، انت من امبارح صايمه، وبعدين ابوكي كده ممكن يحس. مش قادره اكل، صدقيني فعلا مش قادره. زينب عايزاكي تيجي على نفسك شويه، على الاقل علشان خاطر ابوكي وامك اللي بيخافوا عليكي وبيحبوكي. انت بتطمني بالكلام؟ بالعكس، انا خايفه عليكي، وما كنتش متصوره انك ممكن تتنازلي بالسهوله دي. حبيته. ايه حبيته دي يا زينب؟ طب اهو طلع واطي. كنتش عارف انه يطلع كده. فين احساسك بالراجل اللي قدامك يا زينب؟ يا بنتي انا مش اتكلمت معاكي كتير. احساسي خدني. طب ممكن بقى تخلي بالك من احساسك احسن يخونك المره الجايه كمان. مفيش مره تانيه خلاص. يعني ايه؟ انتي صغيره وحلوه وبكره تنسي وان شاء الله هتحبي. استحيله. مفيش حاجه اسمها استحيله، طول ما انتي عايزه يبقى ممكن يحصل، وخصوصا بعد العمليه اللي احنا لسه عاملينها دي. زعلانة منك وعليك يا زينب. تفتكر ربنا هيسامحني؟ مش عارفة، بس أكيد لو ما غلطتيش تاني هيسامحك. هتلاقي الحد اللي يستحقك وهيحبك وهيتجوزك. ساعتها هقول له على كل حاجة. تقولي له إيه يخرب بيتك؟ أمال إحنا كنا رحنا عملنا عملية ليه؟ انت ان شاء الله اللي تبقي عايزه تتجوزيه تبعتيهولي، انا هقعد اتكلم معاه واشوف ايه النظام معاه ونخلص الموضوع، لاني لما سبتك لوحدك عكيت الدنيا. ليه اي راجل ليه ماضي ما بيعجبوش؟ حتى لو ابويا عارف ان الراجل اللي جاي يتجوزني ليه علاقات كتير ما عندوش اي مشكله. وبالعكس لا طبعا، ايه الفرق؟ انا غلط واحد. هند ازيك؟ اهلا
وسهلا. مين معايا؟ انا هديل مرات سيف صاحب محسن جوزك. ازيك يا مدام؟ عامله ايه؟ كويسه الحمد لله، بس ما بلاش بقى مدام دي عشان نعرف نبقى اصحاب. ماشي يا هديل. باختصار انا دخت على ما جبت نمرتك، وجوزي كل يوم والتاني بره، واما اساله انت فين يقول لي مع محسن جوزك. وانا نفس الكلام، انت فين يا محسن؟ انا مع سيف. الاحتياط واجب، ومتهيالي ان احنا لازم نكون على اتصال ببعض. طبعا طبعا، ده انا كنت عايزه نمرتك من فتره برضه. عموما نمرتي اللي ظهرت عندك، يا ريت تسيفت ونبقى على اتصال ببعض. ولازم نتقابل كمان، ده انا مبسوطه جدا انك كلمتيني. وانا كمان مبسوطه. ميرسي يا هند، هنتقابل قريب. طبعا هشوفك قريب. اوكي يا حبيبتي، باي. ماشي يا سيف، انا بشوف اخرتها معاك. تعرفي انك بتفكريني بنفسي اول مره خرجت مع واحده ست غير مراتي؟ كنت قاعد زيك كده بالظبط، اني كنت فاكر ان انا بعمل حاجه غلط. بس احنا بنعمل حاجه غلط. ليه بتقولي كده؟ انت ممكن تقابلي اي راجل في اي وقت في شغلك، ايه الغلط في كده؟ بس احنا ما بنتكلمش في شغل، ولو كان في بينا شغل كان المفروض نقعد نتكلم في المكتب. هدي السؤال المهم، هو انا عايز منك ايه اصلا؟ انا قلت لك قبل كده ان انا بحب مراتي، وانت بنفسك قلت لي انك بتحبي جوزك، صح؟ صح. شوفي، هو في ناس كتير قوي بيعتقدوا انه ما ينفعش يكون في علاقه صداقه بريئه بين راجل وست متجوزين. انا شايف ان الكلام ده فيه مغالطه او فيه تعميم. يعني انا وانت مثلا اصدقاء، انا اقسم لك بالله انا مش عايز منك اي حاجه غير ان احنا نتكلم، وعارف كويس جدا انك متوقعه مني نفس الحكايه، مجرد ان احنا نتكلم. ايوه، بس انا اللي مضايقني لاني امبارح كنت في حضن سيف، والنهارده مع راجل تاني. انت ليه شايفاها كده؟ قولي لي هديل، هو انت بتتفرجي على مسلسلات تركي كتير في التلفزيون؟ جامد. بس انا فعلا عمري ما خبيت عنه حاجه. انا شايف انك بتبالغي شويه او اوفر. يعني ليه؟ لانه من خبرتي في الجواز مثلا، احيان كتير بنحتاج ان احنا نخبي حاجات عن بعض. بس انا عمري ما خبيت حاجه عن سيف، وبعدين ما ينفعش تعمم في حاجه زي دي. فعلا عندك حق، بس تفتكري هو سيف او مراتي ممكن يستوعبوا الصداقه اللي بينا دي اصلا؟ لا طبعا، اذا كنت انا اصلا مش مستوعباها. انت ليه بتقول اصلا كتير؟ تعرف انك اول حد في الدنيا يقولي ان انا بستعمل الكلمة دي كتير؟ انا فعلا بستعملها كتير جدا اصلا بقى. اصلا هديل، بجد عندي سؤال مهم وعايز الاجابة من قلبك. يعني بصراحة، انت من الناس اللي بيعتقدوا انه ينفع يكون في علاقة صداقة بريئة بين راجل وست متجوزين، ولا من الناس اللي بيقولوا عكس كده؟ صراحة، بصراحة انا لا اعتقد. أنا لا أعتقد إنه سليم. إيه اللي بيخليكي تقولي كده يعني؟ ما بتحتاجيش تقعدي تكلمي مع حد وتدردشي معاه زي ما إحنا بنقعد نتكلم وندردش مع بعض؟ عندي صحاب كتير ممكن يسمعوني، لكن عارف؟ كلام الست للست يفرق كتير عن كلام الست للراجل، حتى لو كنا بنقول نفس الكلام. صحيح، ما جربتيش قبل كده انك تتكلمي مع صحباتك عن الصداقه اللي بينا؟ حكيت لهم، بس يعني مش كل حاجه، لان هو فيهم يستوعب وفيهم ما يستوعبش. فاهمك. مش عارف يعني، بس حكيت لهم اصلا. فعلا اصلا. Thank you.
فين دي؟ انا زهقت من الطريقه دي على فكره يا هدين. الناس تقول صباح الخير صباح النور، مش انت فين؟ ها خلصت؟ ايوه خلصت. انت فين بقى؟ في الورشه يا هدين. هكون فين؟ يا سلام. ثانيه واحده ثانيه واحده. ارتحتي؟ خلاص. يعني انا مش فاهم، يعني انت بتغيري عليا وانت مطلعه عيني ومطلعه روحي ومنيماني على الكنبه، في ايه يعني؟ حبيبي انا ما بغيرش عليك، انا كل اللي يهمني كرامتي، فلو فكرت انك تجرحها. انت عارفه احلى حاجه قلتيها ايه يا هديل؟ حبيبي. سلام يا سيف. هديل انت خايفه ان انا اخونك؟ عشان لو انت خنتني هتبقى علشان عينك الفارغه يا ضعيف، مش عشان انا ينقصني حاجه. يا حبيبتي اللي انا اعرفه الخيانه دي لما اكون بعمل معاكي حاجه واعملها مع غيرك. طالما ما بعملش معاكي الحاجه دي واعملها مع غيرك ما تبقاش خيانه خالص. الكلام ده عند الحاجه الماما بتاعتك. بطلي قله ادب. يلا خلاص بقى اقفل. انت اللي متصله على فكره. اوكي يلا. يا هديل على فكره انا احتمال ابات في الورشه النهارده. ليه بقى ان شاء الله؟ عندي شغل كتير. يعني مش مع محسن؟ محسن ايه يا بنتي؟ بقولك عندي شغل في الورشه. خلاص كلمني برضو. ماشي يا هديل. اوكي باي. ماشي يا سيف ماشي. الو ايه يا سيف انت فين؟ ايه حكايه انت فين؟ كل واحد يكلمني يقول لي انت فين. هو عشان اختفيت شويه يعني امبارح كنت في البيت يا انجي؟ لا بدل في البيت يبقى تمام كده. قولي بس اخبار صحتك ايه يا بنتي؟ انا كويس مفيش حاجه. تطمني يفوت تطمني عليه. هو اللي اتدغدغ. هو كلمك ولا ايه؟ كلمني قال لي ان هو مسافر ولما يرجع ان شاء الله قال هيسيبني افكر عشان قلقين اتجوز. هو الراجل ده بيحسش مفيش كرامه خالص؟ انا بقوله ما عندكش كرامه يقول لي لا مفيش كرامه في الحب. المهم بس ان انا فهمته العلاقه اللي بيني وبينك عشان ما ياذكش ولا يعمل لك حاجه مش كويسه. يؤذي مين يا ماما؟ هو بعد العلقه اللي خدها دي هيقرب مني تاني؟ وبعدين تقولي له ليه على علاقتنا؟ هو ماله؟ تتكلمي ليه اصلا؟ لا انت فيك اللي مكفيك يا سيف، انا مش عايز يحصل مشاكل اكتر من كده. سيبك من الكلام ده انجي، انت بتعملي ايه؟ انا كنت بشتري لابتوب وكده. قولي انت فين؟ انا في الورشه عندي شغل. طب هشوفك بالليل؟ مش عارف. بص انا احتمال ابيت في الورشه عندي شغل كتير. طيب خلاص يبقى كلمني بقى. اوكي يا حبيبي باي باي. باي باي. انت يا عبد الله؟ ايه ده عزه حافظ؟ وحشاني. <حالي. تصفيق> انت كمان عامله ايه؟ تمام الحمد لله. انت فين؟ انا اتجوزت وسافرت وكده يعني مشاكل. اخبارك ايه؟ الحمد لله. تعملي ايه في حياتك دلوقتي؟ ولا حاجه، كنت بشتغل في الامارات ولسه راجعه، لسه بشوف بقى هعمل ايه. طب كويس. لسه بتكتبي؟ طب قولي لي انت فاضيه دلوقتي؟ فاضي. طب ايه رايك اعزمك على كوفي نتكلم شويه؟ طيب خلاص. نتكلم مين يعني؟ مين احنا نتكلم؟ يا بنتي انت مستعجله كده ليه؟ هتعرفي كل حاجه. كنت لسه في سيرتك وهقول لك انا كنت في سيرتك مع مين. طيب خلاص يلا بينا. يلا بينا. قولي لي بقى اتجوزتي ولا لا؟ اتجوزت واتطلقت. بصره. بصره حلوه قوي. سيف سيف اصحى. ايه في ايه اللي ايه في ايه؟ حضرتك نسيت الفيلم بتاعك شغال ونمت. اعمل لك ايه بس؟ ما انا قاعد طول النهار لوحدي في البيت زهقت. زهقت وانا كمان يا اخي زهقت منك. هديك من فضلك انا مش عايز اتخانق. بعدين والله العظيم انا ماليش غيرك في الدنيا. انت بتشتغلني ولا بتشتغل نفسك؟ بطل بقى القرف اللي انت عايش فيه ده. طب ليه بتغلطي في الكلام؟ علشان ما فيش حاجة بشوفها إلا غلط. أنت السبب. وبعدين أنا والله ما خنتك ولا يوم في حياتي خنتك. مجرد إنك تتفرج على واحدة وتعجبك وتتخيل نفسك معاها بالنسبة لي دي خيانة. ده كلام ما يرضيش ربنا. ويرضي ربنا إنك تتفرج على أفلام بورن وأنت راجل متجوز. أيوة ما أنا راجل متجوز وأنت مانع نفسك عني. عايزاني أعمل إيه؟ دي أبسط حاجة أعملها. وأنا قلتها لك قبل كده كتير، كنت بتبقى نايم معايا وبتخلص وبتقوم تتفرج على افلام. انت مريض يا سيف، يو هاف تو فيس ات. مريض
انا لو كنت بعمل كده وبتفرج ده عشان انا مش عايز اخونك. بعدين انت ممكن تساعديني، فكري ازاي تخليني ما اتفرجش على الافلام دي. وقلت لك قبل كده انت عايز واحده من الشارع تعمل اللي انت عايزه، وانا مش طريقتي دي، وانت عارف كده كويس. ده برضو كلام ما يرضيش ربنا. وانت ما حببتنيش في اي حاجه عايزها، انت بالنسبه لك الموضوع اداء واجب. انا كنت ببقى في حضنك وبتخلص وبتديني ظهرك وتنام. بلاش اتكلم، في كلام كتير ممكن يجرح. ومين السبب في ده؟ وبعدين يا هديل انا عمري ما خنتك، عشان بحبك. أقول لك على حاجة تعملها، سيبني سيبني ودور على واحدة تانية تساعدك. ما أقدرش، لو سبتيني أموت، لأني بجد بحبك والله العظيم بحبك. أنت حبك جوايا زي الإدمان، ما أقدرش أبعد عنه. أنا حتى لو حاولت أخونك مش هعرف، أنا بحبك جدا. وأنا كمان بحبك، بحبك أوي أوي. الوضع ده تبقى فائت؟ لا. انتي بتسأليني انا؟ مش انتي اللي جبتينا للكارثة الدكتور بتاعك ده؟ حبيبتي انت كويسة؟ انا قلت الخلط بقى الفترة مش عارفة اني على اهبل الدكتور. الدكتور ده مش اهبل. اراهن الدكتور ده مجنون تعالج وعينوه هنا. كويسة؟ هي كده مبسوطة ولا موجوعة ولا مالها؟ مش عارفة. ايه السؤال الغبي ده؟ ما انا مش فاهمة. سارة عايزة معانا؟ عايزة مية صح؟ لا مش هينفع مية دلوقتي. انتي سامعانا؟ انتي كويسة؟ في حاجة وجعاكي؟ طب يعني ايه في حاجة وجعاكي؟ مش هينفع العملية الغباء ده. طب يا حبيبتي انتي عايزة ايه؟ عايزة ايه يا حبيبتي؟ قولي. ادهم. ادهم؟ ادهم ده مين؟ العيال الزبالة اللي عملتيها كده. هو انتي كنتي عارفة اسمه؟ لا. تعرفيه اصلا؟ حد يعرف حد اسمه ادهم؟ لا 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 يا بنتي. عايزة تخلي ابني واحدة صاحبتي اسمه ادهم. وهي تعرف مين ابن صاحبتك صغير. لا 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 هي ممكن عايزه تخلي البيبي. ساره مين ادهم؟ مين ادهم؟ دوشه قوي. مين؟ ساره دوشه قوي. الشيخ اسكتي. هو قال لي صوتي يا ساره ما تسيبي بقى وخلصي. خليك انت عامله عمليه. يا شيخ اسكتي بقى. ده انت خبيه. ده انت رهيبه يا عم. يا ساره ما تصحي بس. السلام عليكم يا عم الشيخ. احنا هنتريق؟ ايه دي؟ يعني انا مش فاهمك. اتفرج على افلام مش عاجبك، امسك سبحه واذكر ربنا مش عاجبك، عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ ايوه ما هو اللي بيسبح وبيذكر ربنا ما بيقعدش يتفرج على الافلام القرف بتاعتك، ويقعد يشرب حشيش بتاعك ده والقرف اللي انت فيه. ايه القرف ده؟ وبعدين تمسك لي سبحة يا عم روح. وهو انا بعمل كده دلوقتي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ممكن تسيبيني في حالي ومالكيش دعوه بيا خالص؟ صحيح على رأي. انا مالي؟ ما تعمل اللي تعمله ياكش تولع. انت رايحه فين؟ نعم؟ رايحه فين؟ رايحه لاصحابي. انت خارج؟ ايوه انا هروح الجامع هحضر درس وخلص وارجع البيت على طول. سبحانك يا رب قادر على كل شيء. احنا هنتريق تاني؟ لا والله ابدا. ربنا ان شاء الله يهديك يا سيف. السلام عليكم. ويهديك يا هديل. وعليكم السلام ورحمه الله. مالك يا ست؟ كلمي مين وعامله كده ليه؟ يما جوزي ما بيردش، مش فاهمه. انت
طيب هو فين يعني؟ في الجامع. انت غريبه. لا عجيبه بجد. عايزه الراجل يرد عليكي في الجامع ازاي يعني؟ لا ثانيه واحده، انا مش قادره اصدق اللي بسمعه. سيف بيصلي في الجامع؟ اه يا ساره، وده بقى اللي مجنني ومش قادره افهمه. عادي يعني، يا عيني الواد ما لقاش طريقه من كتر ما انت قرفاه في عيشته. تلاقي الواد ربنا هداه كده بصراحه انت تعلمي العفه. يا كبدي يا ابني. فطبعا الواد زهد في الدنيا منك، قال لك مفيش اي فايده غير في الاخر. اصلي بقى لربنا. هدوله ايه ده؟ يعني ممكن ينتحر ولا ايه؟ اه عادي جدا طبعا. هدوله عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ ما فكرتيش مره تدلعي جوزك؟ اه يعني ايه؟ لا ده على فكره الموضوع مش هزار. اه ما فكرتيش تغيري من طريقتك شويه؟ مالها طريقتي؟ ده انا فل. لا فل. سيفو ايدي وجعاني ومش عارفه فيها ايه. شوف حبيبي. مالك يا روح؟ مالك يا قلبي يا عيني؟ واوا بصي لواوا. حياتي انا اموت انا. سلام يا استاذه. يا سلام. بس بصراحه هيفاء متفوقه في الحته دي، يعني بتقولها احلى كتير. بصيها لي يا حبيبي عشان تخاف. حياتي انا. يا سلام. بقولك ايه يا سيف؟ نعم يا قلبي. انا عايزه اتبسط النهارده. انت مش عايز تتبسط؟ اموت انا اتبسط. اتبسط طبعا. بس وماله؟ شفتي؟ شفتي الستات؟ مش انا هي. شفتي الستات الكمل؟ شفتي جمال يا ماما؟ راجل كده محتاج واحده تتدلع، تتسهوك، تتشقلب، هتلاقيه فك في ايدك على طول بقى ملبن. اه امال امال انتي ايه يا روحي؟ فلكسبل طبعا طبعا. وانتي يا عم الفلكسبل بقى، انا عايزه افهمك حاجه مهمه. انا دي طريقتي ومش هغيرها ومصره. عارفه ليه؟ لاني اتربيت على كده ومعرفش اعمل غير كده. انتي بقى اتغيرتي ولا خطيبك هو اللي اتغير عشان خاطر حضرتك؟ طبعا هو اتغير عشان خاطرك. عارفه ليه؟ لانك اتربيتي على انك تكوني نمبر 1 وما تعرفيش تبقي نمبر 2. This is it. You have to face it honey. انت كويسه؟ انا تمام. وانا تمام. دودو مين قال لك ان جان صح؟ نعم. بعدين جان مخطوبه وانت متجوزه. يا سلام. يعني ايه؟ يعني ما تكرهيش جوزك في عيشته لو سمحتي. يا بنتي انا بعمل له ايه علشان اكرهه في عيشته؟ طيب انا عايزه اقول لك حاجه. بصي حياتي، احنا اصحاب ممكن نستحمل بعض، لكن الراجل مش هيستحمل طريقتك دي. يعني ممكن بجد حقيقي يطفش ليترلي. ليه يا جماعه؟ مالها طريقتي؟ ده انا نسمه نسمه جدا. بلاش اتكلم بقى. ليه يا حبيبتي؟ اتكلمي براحتك مفيش مشاكل. هديل. نعم. لما شتمتيني ونزلتي تاني انت يا هبله، انت اللي شتمتي روحك. بس انا قلت اوكي. بس اني واي انا اسفه. اوكي لما انا ثانيه واحده. اوكي عايزين نتكلم شويه. انت شويه انت معلش احنا مش هندخلش. انا بس عايزه اقول لها حاجه مهمه. اتفضلي يا استاذ. لما انا شتمت نفسي. ايوه. وانت رجعتي شتمتيني نفس الشتيمه. لا انا ابتسمت. اوكي ابتسمتي وافقتي على الشتيمه. يا هديل ونزلتي. حتى لو ما كنتيش اعتذرتي انا كنت هسامحك عشان احنا اصحاب. يا عيني. اه والله انا قلبي كبير وبحبك صاحبتي. جوزك لا مش هيسامحك ابدا عشان انت ست غلطه. انا غلطه؟ لا 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 انا غلطه. ما تقصدش. انا انت فله. غلطت ايه؟ لا انا اقصد يا دي النيله. ايوه انت غلطه يا دي. بصي انت صاحبتي بجد وبحبك، عايزه انصحك نصيحه. انت اللي بايدك انك تخلي جوزك ده خاتم في صباعك، وانت اللي بايدك برضو ان انت تطفشيه وتكرهيه في عيشته زي ما بتعملي كده بالظبط يا هزيل. او ممكن اقلعه وارميه خالص. خالص اه. مثلا. مثلا. وبعدين عصبتوني. وانا بتضايق اما اتعصب بالليل بتخنق، فمضطر امشي واسيبكم. ده انتوا نيله. انتوا الثلاثه نيله. ليه كده؟ اهو كده. اسكتي. خلاص مع السلامه. يا ساتر. خدي بالك من نفسك. اخلص يا بنت. على فكره دي مجنونه رسمي. مش هتتغير. لا عادي يا جماعه انتوا مستغربين ليه؟ هزيل. هزيل طول عمرها هتفضل هزيل. بصراحة أنا لو مكان جوزها هبص جدا برا. طبعا جداً. طبعا ده مش يبص برا، ده يبص برا وبرا وبرا. برا اللي برا. ايه برا اللي برا؟ معرفش هي مين برا أكتر من برا؟ ركزتني يعني. أكتر حاجة برا. أكتر برا. بص الكوكب تاني يا ست. مش طبيعية مجنونة.
تكلمها يا جميل اتسلى عليها شويه تعبت على شغلها كل ما تقعد تشتم فينا هتتغير انا بتهزق كتير قوي الو اي حياتي انا بره الجامع مستنياك يا روحي يا ريت بقى تجيلي انت والمعتكفات اللي معاك بالمره انت مجنونه طبعا مش هيطلع لي من هنا معلش يا شيخ بس هطلع بره ومراتي هديها حاجه وهرجع على طول اتفضل استاذنك صدقتي ولا لسه شك؟ بصي يا هديل انا بعمل كده عشان عايز اتغير انا حاسس ان انا بعدت عن ربنا كتير ادعي لي ان اتغير انت كمان لازم تتغيري بصي انا فكرت لقيت ان الحل الوحيد لحياتنا وبيتنا انه ما تخربش ان احنا نقرب من ربنا ساعديني وبطلي تشكي فيا انا هاجي بكره طيب معاك حاجه يعني تغير هدومك وتتحمى عشان تعتكف انا الحقيقه ما كنتش عامل حساب ان انا هبات وبعدين الناس اللي جوه معايا في الجامعه ادوني فرشه انا مالي بس فرشه ما عملتش حسابي ما جبتش هدوم طب انا هروح اجيب لك هدوم بسرعه مفيش داعي ما تعبيش نفسك يعني ايه ما تعبش نفسي هجيب لك هدوم بسرعه طيب خدي بالك من نفسك وانت كمان محمد رسول الله زوم اعتكاف بقى يا رب يا رب سبحانك يا رب يا أتوسل إليك يا رب ما تسيبنيش أتوسل إليك يا رب